عايزة أعرف انطباعك كان أول يوم دراسة. لا تمام، هم يعني الأمن الحمد لله شدد حلو علينا شوية كتير، بنتفتش كل 5 دقايق بس الحمد لله أهو اليوم كويس مش حاجة. طب أنت شايفة الوقت المتبقي من الفصل الدراسي التاني كافي؟ مشكلة بقى يعني هو الكتاب يعني أقل كتاب 600 و700 صفحة، ما هو ده المشكلة إن هو ما عملوش حساب الكلام ده خالص. يعني الدكاترة ما لغوش حاجة؟ هما لسه ما فيش حد يعتبر دخل لسه، بعدين هما قالوا كل ده علشان بقى الحاجات المكتوبة على الحيطان وكده الكلام ده زي ما هو، يعني ما شفناش تغيير اصلا. طب يعني يوم دراسة طبيعي جدا مش اي حاجة، يوم كويس يعني لحد ما. حضرت؟ لا لسه هحضر كمان نص ساعة ان شاء الله. بس ما حضرتش؟ نعم لسه ما بدأتش المحاضرة. طب انت شايف ان الفترة المتبقية من الفصل الدراسي التاني كافية انك تستفيد من المنهج؟ هي تبقى كافية في حالة واحدة، يعني لو ادونا قدر يتناسب مع الفترة اللي احنا قاعدين فيها، ما ادناش قدر مثلا ممتلئ ومكتظ بحاجات احنا اصلا ما نقدرش نستحملها ويجي امتحاننا في 26/5. امتحانات 26/5 ده اكيد؟ اه ان شاء الله، ده هم اللي حسب كلامهم يعني ما تلغتش الدراسة حسب كلام وزير الداخلية. طب انت كنت بتحبذ ان الفصل الدراسي يتلغي خالص؟ لا انا كنت بحبذ نبدأ في ميعاده، يا اما لو بدأ مثلا متأخر شوية زي كده يدينا القدر المتناسب نسبة وتناسب يعني يكون معقول، مش يدينا اللي هو عايز يدهولنا في اي وقت ايا كان. طب انت شايف ان الوقت المتبقي من الفصل الدراسي التاني هيكفي ان انت تستفيد من المنهج او تستفيد من الفصل؟ انا مش هيبقى ميد ترم، مش هيبقى في ميد ترم اصلا، هيلغوا الميد ترم عشان يلحقوا يلموا اللي ضاع في هيلغوا الميد ترم. طب الدكاتره ما قالوش ان في محذوفات او كده؟ محدش قال حاجه لسه. لا والله ده في دكاتره قالوا الترم 13 محاضره هيتاخدوا 13 محاضره. هياخدوهم امتى بقى؟ والله ما اعرف، اساليهم. ربنا يستر. مع او ضد الغاء عوده الحرس الجماعي؟ لا والله هو بص ايه ضده، اصل الطلاب حقهم ان هم يتظاهروا، يعني انت في حد تاني بيتظاهر مش ذنبنا احنا، يعني حد بيخرج. ما انت شايف التظاهر عمل ايه؟ بس مش في الجامعه، يعني التخريب ما بيحصلش جوه الجامعه، جوه الحرم الجامعي مفيش حاجه بتحصل.